السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جميلة جدا، يا رب تعجبكم. هي اكلة اقتصادية وموفرة، لو مزنوقة وعندك حاجة بسيطة هتعملي ان شاء الله اكلة هتكفي 5 افراد كمان، بحاجة بسيطة جدا، بربع كيلو مفروم. ايوه، بربع كيلو مفروم، اكل هتكفي ان شاء الله 5 افراد. يا رب الوصفه بتاعتنا تعجبكم النهارده. اول حاجه هنبداها ان شاء الله مع بعض، انا معايا ربع كيلو مفروم اهو، ومحضره حبه بقسماط، وبشره بصلايه كبيره او بصلتين وسط، وعندي مكعب مرق فرقته، وحبه فلفل اسمر، ودي بيضه كسرتها وحطيت عليها حبة ملح وحبة فلفل اسمر. ان شاء الله هنبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا دلوقتي. هنعملها ازاي؟ هنجيب اللحمة بتاعتنا، اللحمة بتاعتنا هننزل عليها بالبصل، بسم الله، وهنحط عليها الفلفل ومكعب المرق، والبقسماط اهو عندي هاخد بس معلقتين كبار كده مليانين، بس مش عايزة بقسماط تانية عشان ما تبقاش كلها بقسماط ومكتوم. وهعملها في بعض، هعجنها في بعض وهرجع لكم تاني. وخلاص يا جماعة، عملت اللحمة في قلب بعض اهي، ودلوقتي هبتدي اصبحها، هعملها صوابع، عايزة تعمليها اقراص براحتك. بسم الله، هي احتاجت حبة ملح صغننة جدا، يعني ما تكملش ربع معلقة عشان ورقة الماجي. هخلص انا وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. وهعمل جنبها مكرونة محمرة، عايزة تعملي مكرونة بقوت اعملي، عايزة تعملي رز ريزو جنبها اعملي، براحتك اللي يعجبك، بس انا هعمل جنبها مكرونه محمره عشان كنت عامله مكرونه بقوطه قريب. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما خلصت الكفته اهي. دلوقتي هنعمل في الكفته ايه؟ همسك كده الكفته احطها اول حاجه في البيض، هسيبها في البيض كده. محضره معايا معلقه دقيق احطها على البقسماط، لازم معلقه الدقيق دي على البقسماط، ضروريه جدا. وهاخد الكفته من البيض احطها في الدقيق والبقسماط، ودي هنقليها من فوق، مش هتخش الفرن معانا، بس هنحطها حوالي ساعه في الفريزر او نص ساعة. هكمل انا وارجع لكم تاني. خلصت الكفتة هي يا جماعة، ودلوقتي هدخلها الفريزر شوية زي ما اتفقنا، ساعة او نص ساعة، وهنرجع ان شاء الله نحمرها مع بعض. دلوقتي هنبتدي نقلي الكفته مع بعض اهي، الكفته بتاعتنا، بسم الله. حطيناها طبعا في الفريزر نص ساعه كده. وعملت جنبها مكرونة محمرة اهي، هكمل انا
قليتها وارجع لكم اوريكم شكلها واحنا بنقليها برضو. فهي يا جماعه بتتحمر معايا اهي، عايزين لونها كده يبقى مش غامق، يبقى مش سر وتغيير في طعم الكفته. طعمها جميل وتغيير يعني منوع كده في الاكل. بصوا الصباع ما شاء الله كبير. هكمل انا عليتها وهنرجع نشوف طريقه تقديمها ازاي مع المكرونه. دلوقتي يا جماعه قليت الكفته وخلصتها اهي، وحطيت تحتها كابوتشي. بصوا ما شاء الله طبق الكفته مليان قد ايه، ده كله من ربع كيلو مفروم بس. وغرفت المكرونه بتاعتي اهي، وادي طبق الكفته اهو زي ما انتم شايفين. يا رب يعجبكم، وطعم واو، طعمه جميل جدا. يا رب اكلتنا النهارده تعجبكم، اكله اقتصاديه وموفره، جربوها ومش هتندموا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.